الإنسان البجاوي بالثقافة والمظهر المميز الذي يعبر عن مجموع من القيم المجتمعية والعادات والتقاليد التي تخص شعب البجا، ابتداء من السديري والجلابية المميزة والسروال المميز، بالإضافة إلى ارتداء السكين والسيف وحملهم على طول مع بعض. مجمل هذه الأشياء شكلت مظهر الإنسان البجاوي، وهي ما جاءت من فراغ لكن بتعتبر تمظهر لثقافة تميز بها هذا الشعب. للحديث عن ثقافة البجا وعاداتها وتقاليدها، نحن في ضيافة أحد أهم الباحثين في منطقة البحر الأحمر، في باحث في شؤون المجموعات البجا والثقافة البجاوية، الأستاذ عثمان الشريف، الأستاذ الجامعي بجامعة البحر الأحمر ومدير مركز دراسات وثقافة البجا. أهلا وسهلا أستاذ عثمان. مرحبا بك. هنا في البدء نرحب بقناة البلد الوليدة التي جاءت من عاصمة البلاد لكي توثق وتعكس الصورة الحقيقية لشعوب البجا في منطقة البحر الأحمر، المتمثلة للبحث عن عاداتنا وتقاليدنا، سواء كان في جانب فلكلوري تاريخي وعادات تقاليد وفكرية ومادية واجتماعية. مرحبا بكم. نعم اهلا استاذ عثمان. يعني احنا اول حاجه دارين نبدا نتكلم عن شكل الانسان البجاوي اللي هو الشكل والمظهر العام، ده هو بيعبر عن الثقافه المحليه ومجموع القيم المجتمعيه اللي هو نشا عليها في مجتمعه. اجل السديري والجلابيه المميزه والسروال المميز البجاوي بيرجع لشنو؟ يعني ليه السروال السربادوغ اسمه افتكر بيلبسوا البجا، ليه بيلبسوا النوع ده من الازياء؟ طيب الانسان البجاوي انه تاثر بعمليه ما يسمى بعمليه التطوير والتحديث للتراث الثقافي وخاصه الفولكلور، فيتميز الانسان البجاوي بزي وعرض خاص فيما يخص في سواء كان للزي الرجالي والزي النسائي. نحاول في هذا الإطار أنه نحن نتعرف على بعض ملامح مكونات الزي البجاوي للإنسان في شرق السودان، فهذه هي مرحلة مهمة من مراحل حياتنا حتى نحن نحتاج أنه الإعلام أنه يعكس الثقافة البجاوية في مناطقنا حتى نعلم تماما أنه يعكس الصورة الحقيقية للإنسان شرق السودان في الزي، سواء كان فيما يخص بالعنصر النسائي أو الرجال. فهذه من ملامح الملابس. السديري بيرمز لشنو؟ والسروال البجاوي بيرمز لشنو؟ والجلابية البجاوية بترمز لشنو؟ يعني أنا مثلا سمعت من خلال الثقافة العامة يعني أو الثقافة السماعية في السودان، سمعت إنه السربادوغ ده هو بيرجع لفترات الحرب، يعني هو اتعمل في فترة من الفترات عشان لا يولوا الفرسان الأدبار، يعني لما زنقة الحرب دي. هل المعلومة دي صحيحة ولا صحيح شنو في المجال ده؟ الإنسان اللي بيجاوب في فترة من الفترات إنه العادات والتقاليد، إنه في نحن في بداية حديثنا إنه في تطور على الزي والنمط البجاوي، فإنه في ثقافة مكتسبة للزي الإنسان خاصة للزي الرجالي، إنه في أنواع معينة من أنواع السديري المختلفة، فهناك سديري فضفاضة واسعة، فهناك نوع من أنواع السديري القابضة، فكل إنه تأثيرات البيئة، هناك في تأثيرات في مناطق القاش عندها رؤية نمط خاص لنمط السديري، وكذلك أيضا في البحر الأحمر عندها نمط خاص، لأنه هناك بتتميز بتفصيلة وتغاطية مختلفة في جوانبها. وبالتالي ايضا كذلك ايضا في السروال عندنا فيما يسمى بالعلامات اللي تكون اسفل السروال، ايضا في القاش عندها نمط، في البحر الاحمر عندها نمط خاص. فبالتالي هذه الاشياء ادت ان هناك يتميز الانسان البجاوي بزيه الخاص في تخطيطه في تفاصيله حسب بيئته، سواء كانت على الساحل أو في البوادي أو في مناطق الجبلية. نعم الأدروب أو الإنسان البجاوي اشتهر بحمل السيف والسكين. أيوة. فطبيعة الإنسان البجاوي في شرق السودان إنه يعتبر هناك في أدوات تسمى أدوات السلم، وهناك عادات العادات والتقاليد إنه الإنسان البجاوي دائما يحمل السيف في حالات السلم وكذلك الحرب، وكذلك أيضا يستخدم
نجد انه السيف عنده انواع معينه، انواع معينه مختلفه جدا جدا في مسمياته، في تقطيته، في تفصيله او في دقته في الجوانب. فكذلك ايضا يستخدم السكينه، سكينه عندها انواع معينه برضو في هذه الجوانب تؤدي الى هذه المفاهيم. فنجد من نوع الى اخر انه سكينه اخذها شكل دائري او شكل ملتوي، او عندك الخنجر، عندك بما يسمى بالتواليد، انا خنجر شوتال، دي كلها رموز تؤكد انه الانسان البجاوي يستخدم هذه الاليات، وهي اليات دائما موجوده معه في حاله السلم وفي حاله الحرب. لا يعني انك انت تستخدم تشيل سيل انك انت في وضع بتاع، لكن طبيعه الحياه البجاويه بتخلي ان الانسان البجاوي انه يكون في هذا الوضع دائما. ده هذا من عادات وتقاليد، عادات وتقاليد ليست من عيب او ليست من وجود مدقه بتاعت انه في خطر، لكن هذه العادات والتقاليد يعني هي جزء، ايوه جزء من ثقافته وعاداته. ايوه زي اي نمط، هذا ده سلوك، سلوك. فيعتبر انه هذه الاشياء هي انه الانسان اذا حمل سيف لا يعتبر انه دائما في مشكله. نعم. او يحس بخطر برضه. او اشتهر ادروب بالشعر الكثير والخلال في الشعر، الدلاله على الحاجه دي. فالدلاله اولا في معتقدات انه الانسان البجاوي يستخدم عمليه ما يسمى ب انه زي ما بقول لك بالبلد انك تربي الشعر وتستخدم به وتهتم به، انه دي بتاكد انه في معتقدات، في معتقدات. فمثلا معتقدات صحيه، معتقدات قدسيه دينيه في بعض الجوانب، دي بتدي انه برضه كمان دي اشياء تميز الانسان البجاوي في مساله شعره، في اهتمامه بشعره، وكذلك ايضا الخلال، وكذلك ايضا نوعيه الخلال، الخلال له اثره. فمن سلاح خلال متشعب وخلال فردي يؤدي الى هذه المفاهيم. المفردات في الشعر البجاوي والاغنيه البجاويه بمختلف اللغات اللي بتتكلمها شعوب البجا، هل هي مفردات سلميه ام يعني تتجه الى طابع، تاخذ طابع الحماسه زي مثلا عشان اعمل لك مقاربه لمزيد من التوضيح لسؤالي، زي الحكامات في دارفور مثلا، هل في مشابه في مرادف للحكامات في دارفور في شرق السودان؟ نعم، انه نحن من خلال هذا الجوانب انه نجد في ملامح، في ملامح بين المجتمع البجاوي والمجتمع السوداني الاخر. انه شعر البجاوي كغيره من الشعر الموجود انه يستخدم في كل حالات السلم والحرب والهجائي والنقد، هو تقويم للمجتمع الموجود. نعم. فيعتبر انه كغيره من المجتمعات الموجوده، سواء كان انه لا يختلف من الاشعار الموجوده على مستوى، لانه يقول لك انه الادب هو مراه المجتمع. نعم. فالانسان البجاوي من خلال الشعر، من خلال الدوبيت، من خلال الادب، يحاول انه زي ما اقول لك التجربه الشعريه في خلال انه ما في مكنونه من اشياء. نعم. يحاول يعبر بصورته، سواء كان فرحه او كرهه او نقده او ايجابه. فنجد كل مسميات الان الموجوده على النمط في الشعر السوداني وفي الشعر في الادب السوداني، انه السودان البجاوي تغنى على الطبيعه، على المكان، رمزيه المكان، تغنى ايضا على القزل، تغنى في كل الجوانب. ايضا عنده نقد سياسي، شعر سياسي، شعر اجتماعي، شعر اقتصادي، شعر انه تكون فيه شخصيه المراه البجاويه، تاخذ فيه مكانا في هذا المعطيات. نجد انه المراه البجاويه لها دور. ايوه، انا لاحظت انه مثلا زي الازياء دي. أيوة. الازياء المزركشه ذات الالوان الكثيره الزاهيه، لاحظت انه معظم النساء في اقاليم وبوادي السودان زي في دارفور وكردفان بيلبسوا نفس الالوان مع اختلاف تفصيله الزي، هل دي عندها علاقه بالافريقانيه الصاخبه التي تعشق الالوان الزاهيه في السودان المتميزه بها الشعوب الافريقيه، ولا دي حاجه عندها علاقه بالطقس والمناخ والبيئه والجغرافيا؟ احنا بقول انه المساله دي مساله مزدوجه، انه المجتمع البجاوي هو جزء من المجتمع الافريقي، وبالتالي انه تاثر او هو نمط من انماط الفهم الافريقي. اضافه الى ذلك برضه كمان في ما يسمى تاثير المناخ، تأثير الطبيعة على مزاج الإنسان البجاوي. نعم. صاحبت حياته
في طقسه، في هدومه، في زيه، في عاداته، في تقاليده. نعم. أستاذ عثمان، المشتركات التي تجمع مجموعات البجا، المشتركات الثقافية، ده يعني باستثناء المصير المشترك الذي يجمع شعوب البجا وما إلى ذلك، ولكن ما هي المشتركات الثقافية التي تجمع مجموعات قبائل البجا؟ فإنه إحنا نقول إنه القومية البجاوية أو الشعب البجاوي اللي بيجمعهم أكثر مما يفرقهم. إنه نحن نقول على الأقل في الخلاف الوحيد الموجود اللي ممكن إنك تقوله، إنه زي ما أقول لك اللكنة أو اللحجة البجاوية، نعتبر إنه اللغة البجاوية هي لغة، لكن تجد إنه مثلا في مناطق شمال مدينة بورسودان، في مناطق البشارين بتجد لكنة أو صحنة تختلف، في مناطق الأمارة عندها لكنة أو صحنة تختلف، في مناطق الهدن وكذلك عندها لحنة ولكنة مختلفة في هذا الجانب. ولكن اللي يجمعهم أكثر مما إنه يفرقهم، الطبيعة واحدة والمناخ واحد، لكن هناك ما نجد جوانب، هناك من يعيش في المنطقة الجبلية وتأثير المنطقة الجبلية على النمل، هناك من يعيش في منطقة البوادي والريف برضو كمان تأثير هذا الجانب على هذا الجانب. فبالتالي نرى إنه أغلب عادات المجتمع البجاوي هي في أغلبها إنهم يعني قواسمهم في حياتهم، بيئتهم، عاداتهم، تقاليدهم، وجودهم، حياتهم، كذلك أتراهم، أفراهم، هي بهذا الفهم نجد أن غالبية الفكلور للحياة هي تتوافق تماما في هذا الجانب. شكرا للأستاذ عثمان الشريف مدير مركز الثقافة. مرحبا بك. نحن أولا هذه الصانها نشكر قناة البلد، لأنه لأول مرة قناة رسمية بصفتها الرسمية إنه تقطع هذه المسافات، إنه تجي في منطقة من مناطق البجا وفي حي ديم العرب، يعتبر في النهاية إنه حسين إنه في أمان، إنه الثقافة للمجتمعات الأقلية إنه ستظل بعافية وستظل في أيدي أمينة. إحنا بنشكركم لهذه الزيارة، ونأمل أن نلتقي في مساحات أوسع في فلكلور وتاريخ وعادات بجاوية لشرقنا الحبيب. شكرا جزيلا أستاذ عثمان الشريف. شعب البجا ليس من الأقليات ولكنه أغلبية ضاربة الجذور في تاريخ السودان، له ما يميزه من الثقافة والتاريخ المتميز. أمنياتي أنا أن يستقر الأمر في شرق السودان. يعتبر شعب البحر الأحمر من أكثر الشعوب المتجانسة في ولايات شرق السودان، يربطه روابط تاريخية كثيرة ومصير مشترك. نحن اليوم في ضيافة إحدى أكبر وزارات المجموعات السكانية في ولاية البحر الأحمر، وزارة كبيرة الأمر التي تقطن الساحل البحر الأحمر على امتداده وحتى حدود البشارية، في ضيافة ناظر عموم قبائل الأمر والمؤديات المستقلة الناظر علي محمود. اهلا وسهلا سعاده الله. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. اولا يعني مرحبا بكم هذه القناه في اغر داركم وفي وسط اهلكم في دار الامر التاريخي في ولايه البحر الاحمر، وفي داركم في دار اهلكم. مرحبا بكم اولا، وانا شاكر لكم جدا في هذه الزيارة، وحقيقة يعني قبيلة الأمارر هي قبيلة أريغة وقبيلة معروفة، قبيلة تاريخية نظارتها مقر الأساسي بورت السودان، النظارة الوحيدة ومقر
الأساس الثاني مسقط رأس منطقة أرياب الدحض، وحدودها تمتد في السواحل من جنوب سواكن إلى حدود البشاري، وتأثر فيها يعني في ثروات كلها. نعم، واضح إنه مجموعة القبائل الأمرأر بتقطن على في منطقة غنية جدا بالموارد. ماذا يشغل الأمرأر؟ يعني شغالين شنو؟ نحن سمعنا إنهم هم مهنتهم الأساسية كانت صيد الأسماك في وقت من الأوقات وبعض النشاط الزراعي والرعوي. هي طبعا يعني أولا يعني الأشغال بتاعتهم أولا يعني زراعة، والثاني المواشي، والثاني الأعمال بتاعت الميناء بورصودا. يعني فعلا واحدة من الحاجات التي اشتهرت بها قبيلة الأمرأر إنهم هم كلات المواني والموظفين في ميناء بورصودان، وميناء بورصودان تأسس على يعني أيدي الأمرأر. هل استفادت القبيلة من الموارد الموجودة في البحر الأحمر ومن عملهم بالميناء؟ طبعا هي هذه القبيلة قبيلة يعني ليس منفقة، قبيلة منتجة وقبيلة جاذبة مناطقهم حسب الموارد الموجودة. الموارد الموجودة في مناطق القبيلة الآن يعني ما توظفت في نماء بتاعت المناطق النائية. الآن يعني نحن لاحظنا إنه قبيلة الأمرأر واحدة من القبائل اللي ما كانت جزء من النزاعات القبلية والصراعات في منطقة البحر الأحمر، كانت محايدة تماما كطرف محايد وما كانت جزء من الصراع. أنتوا بتنظروا بعين ثالثة لهذا الصراع. السيد الناظر، ما هي أسباب النزاعات القبلية الحقيقية في شرق السودان وفي البحر الأحمر؟ والله نحن كنا يعني المشاكل تحصل، مشاكل المن تحصل مشاكل فردية كانت تتحل بجلوس بأعراف بتقاليد بثقافات القبائل الموجودة كلها، والأمارة كانت هم يعني أصحاب الأرف. نحن عندنا يعني أرف وفيها قلب وفيها تسامح وفيها مواعيد وفيها يعني مبادرات وفيها تحمل وفيها سوابق يعني أرفية كل هذه في، ولكن المشاكل اللي حصلت يعني بعد التغيير يعني احنا نقول مشاكل سياسية وليس لها أساس. مرة تصبح يعني باسم البيجة كلها، مرة تصبح لكيان الشمال، مرة تصبح في النوبة، مرة تصبح للغرابة. دي مشاكل سياسية ما عندها أساس في التعبير بتاعتنا نحن كإدارة أهلية، ولكن الحمد لله يعني بحكمة الإدارة الأهلية وبحكمة يعني الطرق الصوفية الحمد لله دي برضو يعني احتويناه واشتغلنا فيها. نعم، مسار الشرق يعني معظم المكونات الاجتماعية اللي احنا قابلناه في رحلة الوعد والأمنيات حملوا مسار الشرق مسؤولية النزاعات وتهتك النسيج الاجتماعي في شرق السودان. انتوا رأيكم شنو في المسار وبنود الاتفاق؟ والله اولا احنا حقيقة انا شخصيا لمؤيدين السلام، يعني هي المسار هي من ضمن السلام، من ضمن السلام الجوبة، ولكن في داخل السلام في داخل المسار اللي احنا فيها شوفنا فيها فوائد لإنسان المناطق لأنها الاستثمار، فوائد لإنسان الحقوق يعني أو يعني للتعليم أو للصحة أو للخدمة المدنية، كلها فيها نسب يعني مفروضة ومتفق عليه من ضمن الاتفاقيات. لما نشوفنا الفائدة بتاعت المناطق لما نشوفنا الفائدة بتاعت الولاية من أهل الولاية مديد من السلام، نحن بدورنا
أيدنا الصلاة، وقفنا مع النصارى وحتى المجموعات الرافضة لمسار الشرق بتتكلم عن إنه المسار ده بيكرس لسطوة مجموعات ضد أخرى، يعني مثلا المجلس الأعلى لنزارات البجا والعموديات المستقلة بيتكلم عن إنه المسار ده مسار الشرق ده تم توقيعه مع شخصيات وأطراف لا تمثل أهل شرق السودان. هي طبعا أولا أنا أقول لك حاجة حقيقة، أول حاجة المجلس الأعلى ما في حاجة اسمها مجلس الأعلى، المجلس الأعلى بيقول لك نظارات البجة، ما هي هو نظارات البجة؟ نظارات البجة هي نظارة أصلا هي خمسة نظارات اللي هي الهدنداو الأمارة البشارين البني عامر الحلنقة. طيب يقول لك نظارة البيجة، هي نظارة البيجة، نظارة الهباب فوق والأنهس، نظارة البيجة بيقول لك الآن النظارة الموجودة في الشرق في ولاية البحر الأحمر هي رافضة الجسم ده. نحن كتبنا لرئيس الدولة برهان، كتبنا لكباشي، كتبنا لنائب الرئيس المجلس الانتقالي، كتبنا لرئيس مجلس الوزراء، نحن الجسم ده ليس يمثلنا، دي جسم وهمي وسياسي. نعم، المجتمع في شرق السودان ماذا يحتاج ليعود إلى سيرته الأولى؟ يعني بعد التدمير اللي حصل لمجتمع شرق السودان والنزاعات الأخيرة محتاج مجهود كبير لأنه هو يرجع هو المجتمع المتماسك والمتجانس. أنتوا كإدارة أهلية المجهودات اللي قاعدين تبذلوها شنو في الإطار ده؟ والله نحن قايتو سعينا في الخرطوم يعني كثيرة، واتفقنا إنه مع الدولة المركزية تشكل لجنة دبر الجرر يعني تحصر الضرر، وبعض دي يعني تكون يعني مؤتمرات المصالح، وإن شاء الله هي هم سائين فيها وإنسان ماشين فيها إن شاء الله. نعم، اتفاقيات القلد أو القلد، يعني أول حاجة عرفنا بالقلد ده هو شنو. الحاجة الثانية في اتفاقيات قلد تمت في فترة من الفترات أيام النزاعات القبلية وانهارت اتجددت النزاعات مرة ثانية، الضمانات شنو اللي بتخلي اتفاقيات القلد تستمر وما تنهار؟ هي أصلا أول حاجة القلد دي نحن نعملها هي اسم الله ذاته أحد من الله، ما فيها اتفاقية تكون في جوا القلد. هي انت هسه دلوقتي لما نزول المتضرر والضارر ده نحن نأمنه بالغلط، بعد دي نحن المشكلة نعالجها، ما في شروط ولا في اتفاقية، المشكلة اللي حصل لها الأساس المشكلة نعالجها أو بقانون أو بالعرف، ولكن ما فيها شروط في الغلط. المشاكل اللي قاعد تتعالج بالقانون شنو والمشاكل اللي بتتعالج بالعرف شنو، وليه ما كل المشاكل تحتكم للقانون؟ يعني هي طبعا المشاكل العرفية تتعالج بالعرف بالتناظر بالتسامح، وانت الان هسه دلوقتي نحن الان هسه 90% في قضايا الولاية نشتغل هنا، يوم نشتغل هنا. الأمر أر في ولاية البحر الأحمر بينتظروا شنو تقدموا لهم الحكومة عشان يعني تحقق لهم احتياجاتهم؟ والله هذه القبيلة قبيلة أول حاجة منتشرة وليس قبيلة منحصرة في ولاية البحر الأحمر، نحن أغلبية في كسل من جبل من أبو غمل حتى الآن عندنا حتى أروما عندنا ناس منتشرين في حلفة، عندنا نهر النيل ذاته أغلب البجاوي الموجود الأمارة، ولكن مغرنا ورئاستنا ونظارتنا والحدودنا وجغرافيتنا بحر الأحمر، وعندنا هي الإنسان اللي عندها كفاءات مختلف المجالات العلمية عندنا، والدكاترة والمهندسين وغيره والسياسيين والمثقفين الناس عندهم قدرات
قدرات يقود السلطات، ولكننا في العهد الفات نحن التمييز الإيجابي ما في. أول حاجة نحن نناشد الحكومة المركزية، ما عندنا إقصاء. الأولوية والتمييز الإيجابي في حقوق القبيل. اثنين، توظيف الموارد في مناطقنا، توظيف صحيح في مناطق الناس. الآن هسه هو التمييز ده في فلسطين فيها سكان كثير جدا، والثروة الحيوانية فيها، والثروة الزراعية فيها، والثروة المعدنية فيها، غالية الموارد. ما عندنا الطريق. لابدنا الطريق. يعني انتم مطالبكم البنى التحتية، محتاجين لبنى تحتية من طرق. محتاجين من طرق وكهرباء والموية. بالذات في الموارد. وفيها موارد محلية أغنى من البلاد. إذا الموارد دي تمشي وين يعني؟ ما قاعدين تستفيدوا. المركز والبلاد. المركز ده بالي أي حاجة. يعني. شكرا سعادة ناظر عموم قبائل الأمرأر والعموديات المستقلة الناظر علي محمود. شكرا جزيلا. بارك الله. شكرا جزيلا سعادة الناظر، شكرا جزيلا. وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والاستقرار في شرق السودان.